بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام وضوابط مهنة الخياطة. الخياطة مهنة يقصد بها تقطيع النسيج إلى أجزاء، ثم وصل تلك القطع عن طريق سم الخياط وهو الإبرة بثقبها الصغير. الخياطة مهنة راجحة شرعا لأسباب عديدة، واحدة من هذه الأسباب مواراة سوءة المسلم أو المسلمة، وهي العورة، حفظ المسلم أو المسلمة من حر أو برد. وقد امتهن هذه المهنة النبي إدريس صلوات الله وسلامه عليه. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. التزام الخياط بالموعد ودقة الموعد من الأمور الراجحة شرعا، بل قد يدخل في باب عدم الوفاء بالوعد إن قصر لا قدر الله في التزامه بالموعد للزبون. اليوم أنت إن شاء الله من الخياطين الخيرين، كيف تتعامل مع موضوع الوقت وتسليم الزبون في الوقت المحدد أو المتفق عليه؟ احنا عندنا مقولة تقول الوقت كسيف، زين، ان تقطعه يقطعك. زين، وقت مهم. الوقت مهم، زين، خاصة احنا بالظروف اللي يمر بها البلد، ازدحام بالسيارات، اكو احداث مرات تصير خلال ساعة ساعتين بالبلد، اطفاء الكهرباء باستمرار. زين، فمثلا موعدك يوم الخميس، انطيك موعد، يعني انت يوم الخميس موعدك تجيني يوم الخميس تلقى ملابسك جاهز، بس انا المفروض مكملها يوم الاثنين او يوم الاحد حتى تحسف خاف اكو طوارئ تحدث بالبلد بالزين. كلها نحسب، زين، كلها نحسب حساباتها، وان شاء الله ماكو تاخير. واكثر الخياطين هيك دي يسوون، قام ينطي موعد بعيد، فد فرق يومين ثلاث ايام حتى شنو، زين، لا يخلف بالموعد. زين، اذا انت مثل باقي الاخوه من الخياطين الخيرين أن تلزم نفسك حتماً في الموعد المحدد، وقبل ذلك أنت تنجز العمل حتى لا يكون لا قدر الله تقصير من جنابكم. مو؟ أي نعم، نعم. وأزيدك معلومة أخرى مولانا، بل أكو خياطين مرات تتأخر عندهم العمل مالهم، فإحنا مجموعة وأصدقاء ومعارف، نعم، فنسوي حملة مثلا، ما شو نقعد كل احنا بمكايننا، فلان ساعدني بفلان، ترى موعد يوم هذا واني ما خلصان. لطيف لطيف لطيف، نتعاون نتعاون بينا حتى على دقة الموعد، حتى الرجل او اللي صاحب العمل المريود يجي يلقى شغلتك ملانة، والحمد لله صارت هواية هيك شغلات، وتعاوننا. شكرا لله، تعاوننا، والله سبحانه وتعالى يسهل امرنا. مسألة مهنة الخياطة راجحة شرعا لأسباب عديدة، واحدة من هذه الأسباب مواراة سوءة المسلم أو المسلمة، وهي العورة، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا. السبب الآخر اللي يجعل من مهنة الخياطة راجحة شرعا وهو الوقاية من الأضرار كالبأس، وهو استخدام السلاح والوقاية من الحار
والبرد ولدغ ولسع إلى آخره من الأمور التي من خلال مهنة الخياطة ولبوس يلبسه الإنسان يقيه من كثير من الأمور. قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. سيدنا مرات بعض الأحيان احنا نخيط بدلة زين، نكتب عليها فلان فلان، علقناها البدلة زين، اجا مشتري من برا ونفس القماش اللي موجود عندنا اجا من برا فبعنا له البدلة، يصير يصير زين، وبعدين نرجع نخيط له بدلة ثانية. هنا يصير وما يصير. ايه؟ يصير اذا ما مشترط عليك نفس القماش. ايه؟ اذا ما قص هذا القماش نفسه مشترط عليك اولا، وما ملزم وياه في وقت. أوكي. لكن اذا ملزم وياه في وقت ومشترط عليك نفس هذا القماش تعين بمن القماش تعين بهذا، بالتالي ما يجوز لك ان تبيعه. اذا ما مشترطين عليك نفس القماش وما ملزم انت في وقت، يجوز لك ان تبيعه وتحوض من نفس القماش إلى ذاك الشخص اللي قايل له أنا حقيط لك القماش الفلاني بالفصال الكذائي مثلا. يصير يصير واضح؟ واضح. سيدنا أكو خياطة فيما سبق يعني كانت تخيط للعالم وتبوق يعني من القماش مالتها، وهسه تريد يعني تكفر عن ذنبها زين، هاي الحاله يعني شو تسوي؟ طبعا قضيه مهمه جدا انه يجب عليها شرعا ان ترجع كل قماش او كل قطعه او كل متر اخذته الى اصحابه. زين، اللي تقدر توصل له ترجع له القماش او تنطي قيمته او ثمنه او تتبارى الذمه من عنده. اللي ما تقدر توصل له لا. زين، تقدر اش كثر قيمته تصدق بنيابة عن اصحابه الى فقير متدين باذن الحاكم الشرعي. واضح؟ واضح. اللي تقدر توصل له تروح تتبارى الذمه وتنطي قيمته وتقدرها. نعم. اش كثر يعني هسه هي حتما بالدقه ما تتذكر، بس اش كثر كانت تاخذ تحاول تقدرها من ذاك من هذا اللي توصل لهم، يجب ان توصل لهم. اللي ما تقدر توصل له تصدق به إلى فقير متدين نيابة عن أصحابه. حسن. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. حسن. كيف تتعاملون مع الخطأ لو حدث لا قدر الله؟ بس خطأ بالفصال أو تلف بالقماش، ربما أنت خال قطعة قماش عرضت إلى تلف لا قدر الله، أو صار خطأ بالفصال. إذا صار التقصير من يمكم، شلون تتعامل مع هكذا حالات؟ هذا شيء كلش حلو. زين. يصير أخطاء بالعمل. نعم. العصمة لأهله. زين. أي أبو عمل فني يصير عنده خطأ. زين. بس هو خلال خبرته وخلال عمله يعالج. يقدر يعالج الشغل. أما يستحدث موديل جديد. زين. إذا ماكو قماش. بالتصالح طبعاً مع الزبون. أكيد. بلي. إيه فلان شخص يا أبا ترى عندي فلان شيء والقماش من عنده هذا ماكو. زين. فعندي هيك فكرة، فش تقول؟ يجي الرجل يقول لي بعد أحلى هذه. لا عايش دي ذيك. فإحنا عندنا هواية طرق بالمعالجة. بالمعالجة. أما تبدل القماش جيب له غير قماش. ونتحمل. نتحمل مسؤولية تقول. أنا أبو الخطأ. إذا كنت من يم الخطأ حتماً أنا أتحمل. أكيد. والحمد لله ما تصير صدفة كل 10-15 سنة تصير هيك إن شاء الله. وقد لا وقد لا تحدث. قد لا يحدث. إن شاء الله جنابكم من الخياطين الماهرين. الحمد لله. بالتالي الخطأ نادر الحدوث.
مسألة، قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها من باب حفظ الأمانة إذا تعرض الفصال إلى الاشتباه أو التلف وكان بتفريط من الخياط عليه شنو؟ عليه الضمان، لابد أن يتصالح معه، إما أن يوفر له قماش آخر أو يعطيه ثمن القماش اللي تلف بتفريط من نفس الخياط أو إبراء ذمته، هو كان يكون ذلك الزبون أو صاحب القماش يبرئ ذمة الخياط حينما طلب منه التصالح معه حينما وقع تلف في ذلك القماش. سيدنا، احنا اذا بعض الاحيان ترف المحل مرات لا سامح الله يحترق، فهل هلا العلب المحل يسدد مثلا الاقمشه اللي عليه؟ زين، يعني انت تسال اذا تعرض القماش الى تلف، التلف ايه؟ زين، هسه حرق او شيء اخر ايه؟ يعوضهم او يضمن لهم اللي الملابس اللي عنده اللي عنده. طبعا المناط في هذا السؤال، هذا سؤال جدا مهم. هذا المعيار هو التفريط الأمانة. أيه. أنا هسه ذني عندي جابوا لي قطع قماش، تعتبر أمانة لو مو أمانة؟ أمانة. أمانة. المعيار والضابطة أضمن لو ما أضمن، هو شو اسمها؟ اسمها التفريط. أيه. إذا أنا كنت مفرط بهاي الأمانة أضمن لو ما أضمن؟ أضمن غير. أضمن. أيه. إذا أنا مفرط. فرطي. مثلاً حاطها ومو قافل الباب. أيه. ومباقت. هذا مفرط أنا لو ما مفرط؟ فرط. فرط علي الضمان. إذا أنا حاطها وقافلها للباب قفل محكم ايه؟ وكل الأمور محكمة، أنا ما مفرط ايه؟ ومباقت، أضمن لو ما أضمن؟ لا طبعا ما أضمن ايه؟ ليش؟ لأن أنا ما مفرط ايه؟ وسائل منع الحريق مثلا عندي هسه هذا البالون أو مطفئة كهربائي مضبوط كذا، كل أموري ايه؟ أنا ما مفرط، وسائل الأمان والسلامة اللي يسعوا للسيفتي إلى آخره ما نفرط بيها. احترق المحل لا قدر الله من كذا، من طريق آخر، من جهة أخرى، أنا ما نفرط، أضمن لو ما أضمن؟ ما أضمن. ليش؟ لأن أنا ما نفرط. أجلك الله، أكو قوارض بالنسبة للقماش. قضية قوارض، البيبان مفتوحة، عرضة لدخول أجلك الله القوارض، قرضته للقماش مفرط لو ما مفرط؟ أنا بالأمانة؟ لا، فرطت بالأمانة. مفرط. علي الضمان لو ما علي؟ لا، علي الضمان. علي الضمان. فإذا المعيار في كل قضية ملابس عندي وحدث لها حادث، المعيار شنو هو؟ اسمه التفريط. إذا كنت أنا مفرط، علي الضمان، أضمن أجيب لقطعة قماش مثل قطعته وفصل إياه كله علي. إذا أنا مو مفرط شو يصير؟ يصير لا ضمان علي، ما واجب علي الضمان، أنا ما أخذ كل إجراءات الوقاية والأمان، تالي حدث وتلفت هاي الأموال، ما علي ضمان، وأخذ أجرتي مين رغم أن احترق العمل. إذا كنت مكمل الشغل أخذ أجرتي مين من هذا القماش، صاحب القماش اللي احترق، هو احترق شغله راح، أنا مو مفرط بي وتلف شغله، لكن أنا كملت له إياه وأجرتي كاملة، أخذه لو ما أخذه؟ أخذه إذا لم يكن بتفريط مني. واضح الجواب؟ واضح واضح. إذا كنت تبيع قماش، نعم، كيف تتعامل مع الأقمشة القابلة للمط أو المطاطية مثلا؟ تدري المتر مطلوب من عندنا شرعا، المتر بالدقة بما هو 100 سنتيمتر، مو؟ اي نعم. زين، هذا يقبل للمط، شلون تتعاملون مع هاي الاقمشه لضمان اعطاء الزبون المتر الحقيقي؟ المتر الحقيقي يعني هو مو بالسحب، هذا اي قماش بالسحب ما يجوز، هو مو لاستيك. زين، يعني
هو تنطيه حقه متره او مترتين او ثلاثه، بالاضافه من يريد يقص او القماش او احنا نريد نقص ننطي فد 5 سنتيمات او 10 سنتيمات زياده. ابراء ذمتك. اي هاي حتى تكون يعني ما ناقص سنتيم ولا هذا، لا خلي زايد اني من رضاتي اني انطي زايد 5. او مرات عندي قطعه بها نص متر زايد اقول له خذها كلها لان انا نص متر ما استفاد من عنده او ربع متر ما استفاد. بالتالي حتى تضمن اعطاء المتر الحقيقي انت اخلي زياده لضمان. اذا بعت له اني القماش. اذا انت بعت له. اما مولانا اذا اذا هو جايب القماش ماله وجايني جايب لي 3 مترات ونص مثلا يريد لقاط، فهو كفايته 3 مترات او 3 مترات وربع، تبقى عندي وصله زايده ربع متر. اقول له بها ترى عزيز قلبي هذه عندي ربع متر زايده فيجوز تستفاد منها بالمستقبل. مرات يقول لا عوف، اقول له يجوز تستفاد منها بالمستقبل او فشي. واذا اعرض عنها؟ اذا اعرض هو برغبته بلي يقول ما أريته أنا. إذن تعاملكم مع الفاضل من القماش أنت تقول له زين إذا قصقوصة صغيرة همينة تخبره بيها لو هاي أحنا تعارف أطعر. هذه القصاص من ضمن الفصال لأن أكو تحريم يصير عندنا مثلاً بالحفرة بالهذا بالكذا، تحريم قماش لا هو يستفاد منها ولا أنا يستفاد من عدة. بالتالي. بالتالي تنشمر هي. تنشمر. هاي ما تحتاج إلى أنه تتواصل وياه وتقول له هاي باقي، هاي من ضمن العمل تعتبر. هاي من ضمن العمل لان هو كفايته مثلا 3 مترات. بلي. فاني ما مطلعها مترتين ونص له. بلي. وشامر هذيك. زين. اذا كفايته 3 مترات او اقل من 3 مترات اقول له يابا هاي القطعه اللي زادت 10 سنتي ماشي ما يستفاد من عنده. ربع متر 25 سنتيم او نص متر 50 سنتيم اقول له هاي زادت، فاذا يحب ياخذها يشكر من عندي واشكرك اني اخذها وتفيدني. مرات يقول لا اني ما احتاجها يجوز انت تفيدك. بلد. اقول له انطيك حسابه اذا يقول لي لا اشكرك. مسألة، إذا كان الخياط يشتري القماش ويبيع علما للزبون بها مشكلة؟ لا إشكال في ذلك، لكن وين المشكلة عندنا؟ إذا أوصاه، يعني من أوصاه؟ الزبون أوصى الخياط وأوكل إليه الشراء، أوكل علما إلى الخياط الشراء، لابد أن يعطيه. شنو يعطيه؟ يعطيه القماش بسعره الذي اشتراه لأنه أوصاه وأوكل إليه الشراء، فلا يجوز الزيادة على الثمن لأنه من باب الأمانة ومن باب الكذب، والعياذ بالله، إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون. فإذا كان هو الخياط يبيع القماش ما عندنا إشكال في رفع السعر عن قيمة القماش، لكن إذا أوصاه الزبون في شراء القماش من محل آخر وأوكل إليه الشراء، يعني وكله بس يشتري لي، لابد أن يبيعه بسعره ولا يزيد على سعر القماش أبدا. سيدنا خياط يشتغل بمعمل وتبين له يعني انه القماش اللي جاي يشتغلون به مسروق، هيك حاله يعني شو يسوي هذا الرجل؟ اول قضيه ما يجوز لان يعمل بما انه علم القماش مسروق. نعم. ولا يحق له اخذ الاجره عليه. ليش؟ نعم. لانه يصير من مصاديق اكل المال بالباطل، قاعد يشتغل قماش يشبه هذا القماش. نعم. هو قاعد يعلم انه مسروق، بالتالي ما يجوز للعمل ولا أخذ الأجرة عليه. لا. واضح؟ واضح سيدنا. صحيح. تدرون المرجعية هي خيمة للجميع، هل لديكم تواصل مع المرجعية الدينية الشريفة أو وكلائها لمعرفة الحكم الشرعي؟ يعني يوم الخياط العراقي حتما
هو في عمله يعني في الخياطة وفي غير الخياطة هو محتاج إلى بعض الأحكام الشرعية، هل نتواصل اليوم مع المرجعية لمعرفة الحكم الشرعي؟ بالنسبة لي يعني عندي تواصل عن طريق الصفحات الخاصة للمرجعية أو يعني موقع سماحة السيد دبليو سيستاني. نعم موقعه موجود الرسمي. بالإضافة نروح للنجف المقدسة ونلتقي مرات بالسيد نزوره أو وإحنا واقفين من خارج الإطار نقدر نسلم على مقامه أو بلي. الله يحفظه إنه الله ويديمه إنه الذخر للعالم الإسلامي وللعراق آمين ويطول بعمره آمين. أما عندنا بقية إخواننا الخياطين هواية من مقلدين السيد السيستاني الله يحفظه أعزه الله ويحفظنا للعالم الإسلامي اجمع ها. يعني يوم جل من خياطين هنا الموجودين يقلدون سماحة السيد السيستاني نعم وترجعوا له بالأحكام الشرعية كل أحكام الشرعية زين إذا تقاطع مع مصلحة في عملك وهذا تكلفك مبالغ الرأي الديني لسماحة السيد السيستاني شلون أنت هذا حكم مولاي يعني ما بيه كل مجال يعني يعني انت انسان تريد تعمل نفسك ودينك وهذا يعني وتعتقد ان هو طريقك الموصل الى الله سبحانه وتعالى هو المرجعيه الدينيه المتمثله لسماحة السيد السيستاني الله يحفظه احنا المرجع الله يحفظ السيد السيستاني هواي امور خلصنا من عندها والحمد لله والشكر الحمد لله والشكر هواي امور خلصنا من عندها احنا ناس شخصيا يعني انا واحد من الناس اما بقيه الناس يجون يروحون يستفسرون يروحون هذا ياخذون الحكم الشرعي بقضايا خاصه بعملهم بلي فالحمد لله وشكر الله يوفقهم بعملهم على القضايا الاخرى اللي احكم لهم بها سيدنا بعض الأحيان يجي الزبون يذب القطعة القماش بالمحل وبعد ما يجي عليها مدة شهر شهرين ثلاثة ومرات احنا بالمحل ما نشرط المدة المطلوبة علي مثلا خلال شهر أو شهرين تصير القطعة الصادر للمحل فهذا شنو حكمها الباقيات؟ الحكمها الباقيات إذا يأستم هذا اليأس شلون يصير؟ يعني شكثر يصير مدة اليأس؟ هذا قضية عرفية يعني إذا يأستم من أنه أن يجي يستلمها يأست من عندك وقلت لك هاي قضية عرفية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان مو تختلف هاي إذا وصلت إلى حالة يأست أن هذا ما يجي يستلمه شو تسوي ذيك الوقت تبيعه من حقك أن تبيعه وشو تسوي تصدق بثمنه على الفقير المتدين بعد أخذ أجرتك من بيع القطعة الكاملة أنت مو جاب لك قماش خيطت له إياه إلك أجرة مع الخياطة لو ما إلك أجرة هو إذا ما منطيك الأجرة وما إجي أخذ لا القماش ولا الفصال الثوب كاملا ها بالتالي إذا يأست من عنده من حقك تبيع القطعة كاملة تأخذ أجورك مال الخياطة والباقي شو تسوي به من بعته تصدق به إلى فقير متدين زين سيدنا إذا بيجي حالة مرات يعطينا عربون على البدلة يعطينا عربون وما يجي هم فترات طويلة ما يجي إلا حق مثلا أبيع البدلة أبيع نعم. البدلة وبعدين يجي مني يجي ثاني مرة خيط له وحدة حس إذا وصلت إلى حالة اليأس يأست تبيعها العربون يفي بأجرتك بها ونعمة ما يفي أخذ من عنده مقدار أجرة الخياطة وصدق بالباقي إلى فقير متدين نيابة عن صاحبه إذا كان الفصال اللي في رغبة الزبون على غير
اللي على غير المطلوب او على غير الشيء الجيد إلي. والله سيدنا أنا بصراحة ما يعني هو ذوقه أو مو ذوقه اللي جايبه شيء رديء. أنت اليوم نتعامل مع النصح وياه؟ إحنا اللي قدام سيدنا قلنا أنا الرديء ما أريده ما أشتغله. زين. لأن يأذيني بالعمل يأذيني ويأذي بالملبس. فيعني اللي قدامك لكن إذا شيء جيد أنا أشتغله بإيدي بعد. وألبس شيء اللي هو يكون مرتاح له وأكثر. زين. بس اذا طلع اكو اعراض وما ادري وصار اختلاف ببعض الامور نعم فاكو تساوي الشرع يقول يعني المصالحه المصالحه سيد الاحكام وهي المصالحه سيده الاحكام بلى زين فانت شوف راد المبلغ ماله يعني يحبانه يا بالنص يريد ما ياخذ فهاي راد ماكو بد شيء يعني يوقف عندنا نهائيا والحمد لله زين اذا كلفتم بشراء القماش شلون تتعاملون مع هاي المفرده والله هذه الحقيقه اذا كلفنا بشراء القماش بعد هاي مسؤوليه اكثر تكون عليك لطيف تعتبرها مسؤوليه مسؤوليه يعني انا اذا هو مكلفني قماش اشتري له متر ب 10000 دينار كون تدور لي ادور له بال 10000 واكثر ما ادور له بال 6000 او بال 5000 هي هاي المشكله هنا انا اللي فدائما اقول لي يابا انت روح جيب قماش حتى لا تتعب وروح انا وياك نجيب قماش زين حتى يكون امام القضيه والحمد لله والشكر هاي هوايه يعني هوايه عشرات بالسنه 10 مرات 15 مره يصير لا اكو ناس لا هي جايب قماش اكو عندنا اقمشه احنا النصحه بها والحمد لله سيدنا إذا خياط عنده شريك لكن الخياط مو هو اللي يسرق وإنما شريكه يسرق يسرق من القماش يعني فالشريك الأول يعني عليه إثم عليه ذنب زين إذا كان يكذب أجلكم الله بالأمتار يعني نعم. يعطي أقل يأخذ أكثر مما يعطي بالأمتار نعم. ففساد المعاملة المعاملة فاسدة نعم. وعمله غير محلل جميعا نعم. جميع العمل يكون غير محلل نعم. بالتالي عليه إثم هذا لأن المعاملة باطلة نعم. وشنو عمله غير محلل جميع العمل لأن هو قاعد يأخذ أمتار أكثر نعم. مما يأخذ أكثر مما يعطي بالأمتار نعم سيدنا. واضح نعم سيدنا يعني في حال إنه إحنا يعني عندنا بالخياطة أو بالتطريز مثلا سلعة مرات يصير تفاوت ببيع هاي السلعة مرات إنه يعني يصير من الناس تبيع له مثلا بدينار وصاد من الناس تبيع له مثلا بدينار ونص على نفس السلعة يعني هذا يجوز يصير لا إشكال في ذلك لا لا ماكو إشكال هل يمكن ذكر مصاديق تجسد مصداق الدين المعاملة في مهنة الخياطة بتعبير آخر شلون نوصف خياط خير هذا الخياط الخير هو مصداق للدين المعاملة في مهنة الخياطة شلون نوصفه؟ مثلا المواد اللي داخلة بالعمل حضرتك توصيني تقول لي أريد مواد جيدة ممتاز ممتاز من خيط من دقمة نعم. من كذا نعم من سفيفة أكو مثلا نعم احنا يسموها احنا اللي هسه تراني اشتغل على الشغل القديم ها قناوتشه مو لاصق وما ادري شنو قناوتشه وشغل ايد كله هسه اراويك بعض الشغل بلي. انت تقول انت معقوله قاعد تشتغل لي هسه ابره وخيط بايده كله جاكيه شكرا لله فالحمد لله اشتغل قناوتشه بالداخل الجاكيه تبطانه نوعيه جيده زين الشيء هو كلها ترى ماكو بيها فرق ما الواحد يقول لك فرق 30000 بالمتر ماكو شيء قناوتشة جيدة سعرها مثلا عن القناوتشة اللي مو غير جيدة هي فرقها يمكن 1000-2000 دينار بالتالي هاي كلها تطرح بركة يوم اللي تستخدم أشياء جيدة الله سبحانه وتعالى حتما يطرح البركة فيها هي تطرح البركة بالإضافة أنت ترتاح بالشغل أكثر والسمعة الطيبة وهو يلبس مرتاح أكثر بلي. يعني بلي. هي الله سبحانه وتعالى كلهم دني جامعها
والله سيدنا احكي لك الصدق، اكو اشياء هي دارجة هي عند كل المجتمع العراقي وكل العراقيين بما فيهم الناس اللي تعرفهم وما تعرفهم، المعاملة، الملقى الطيب، الاسلوب، الاسلوب اللي يكون كلامك موزون ومحترم، فهذه من من الاهلا وسهلا والتمرحب مو اكيد بلي. هي شنو يعني انت هم تمثل نفسك وتمثل العفو تمثل اهلك وتمثل عشيرتك الترحيب الجيد ودينك بلي. وهي بلي. اكثر شيء تمثل دينك، الانسان الله سبحانه وتعالى يحبه فيخليه ملقاه طيب وملقاه حلو. شكرا لله. الترتيب الجيد من الأمور المطلوبة حتما والراجحة شرعا وأخلاقيا. سيدنا احنا اذا واحد جاب لنا قطعة مال قماش وقال خيطونها يمك، يصير اطلعها الواحد خياط غيري يخيطها له؟ زين، يعني هو طلب من عندك ان انت تخيط الهياء. نعم. انت سؤالك يصير ان اطلعها يم واحد غيري يخيطها. يصير بشرطين. الشرط الاول اذا ما مشترط عليك الاجاره بنفسك، يعني اذا مو شرط عليك انه الا انت حتما تخيطها يصير. واضح؟ واضح. إذا شرط عليك نوبات بعض العقود، عقود الإجارة، يشترط على صاحبه شنو؟ أنه العمل نفسه هو يريد إلا فلان الفلاني هو يخيط الهياء. فإذا اشترط عليك هذا الشرط ما يجوز. المؤمنون عند شروطهم كما في الرواية، يصير لو ما يصير ما يصير. إذا هو مشترط عليك الإجارة بنفسك، إذا ما مشترط عليك الإجارة بنفسك ماكو مانع يجوز، ولكن أن لا تعطي أقل من الأجرة المعطاة إلك. واضح؟ واضح. كيف يتم تحديد الأجرة؟ يعني إحنا يستحاب أن واحد ما يربح زايد من المؤمن قدر ما يعبر عنه العلاقة أو المسواق اليومي. سيدنا أكو ناس تأخذ أجرة قليلة، وأكو ناس تأخذ أجرة شوية أكثر، وأكو ناس تأخذ أعلى بعد. زين. بالمناطق، مناطقية على حسب الإيجار ماله وعمله. زين. نظافة العمل. نظافة. فأنا مخليها وسطية. هم يعني عملي الحمد لله أنا مرتاح بعملي، الله راضي عنا بهذا، وزبايني قدامه ومعروفين ومن كل المستويات، ها من كل المستويات، يعني دكاترة، محامين، طلاب جامعات، أساتذة جامعات، مناصب أعلى، عسكريين، مدنيين، يعني والحمد لله هم يعرفون من قبل إيش قد آخذ واللي هسه إيش قد آخذ. بالإضافة أنا كاتب الأسعار مالتي مقدماً، خياطة بدلة كذا، جاكيت كذا، بنطلون كذا، يلك كذا، مكتوبة كتبية وشايفه هو ده يشوفه وعنده مسجل ومو شيء عالي ولا شيء واضح. عندي خياطة تخيط بالمعمل موجودة، دائما والدها ياخذ الاجره من عندها، يصير هذا؟ زين. طبعا المال المجموع هاي مال البنيه اللي جمعته من تعب وعمل وخياطه، المال لها المن للبنت. اكو مقوله يقول الولد وما يملك لابيه، هاي المقوله مو صحيحه، هذا ملك البنيه وتعبها، ما يجوز للاب ان يتصرف ويخصبها حقها دون رضاها. أموالها وتعبها وعملها وخياطتها المن إلها، ما يجوز أن يخصبها. بعض الآباء اندفت كلمات، وهاي هم الكلمات مو صحيحة، يقول هاي بنتي، بالتالي من يتعامل ويا معناه بنتي بياء التملك، بنتي آني، فكلك يكون كأنما هو شنو يعتقد كل من حقه، لا مو من حقه،
ما يجوز إلها أن يتصرف في أموالها وعملها وأجورها مال الخياطة اللي تحصل عليها، وكذا لو كانت عندها مكينة من أموالها تكون من المكينة للبنت، ولا يجوز للأب التصرف فيه دون رضاها بالمكينة. زين سيدنا، إذا كانت مثلا المكينة تشتغل، هي تشتغل بالبيت وكانت المكينة ملك الأب، أي زين، إذا كانت ملك الأب فهو يصير هذا بيناتهم عقد، كأنما العقد بين من؟ بين البنت والأب، هو له حق أجرة المكينة مو، وهي لها حق أجرة العمل. نعم. بالتالي هذا عقد بيناتهم، هو له حق وهي لها حق، بالتالي يكون يقسمون الحق فيما بيناتهم مو؟ واضح؟ واضح واضح سيد. القرآن يقول وأما بنعمة ربك فحدث مو؟ الحمد لله. واحدة من نعم الله أن إحنا عندنا مواقف إنسانية، والرياء لا قدر الله أمر قلبي مو؟ إحنا بعيدا عن الرياء والعياذ بالله، نريد تتحدث لنا عن مواقفكم الإنسانية، هسه مواقف شخص أبو أنمار أو مجموعة من الخياطين الخيرين. المواقف الإنسانية كثيرة والحمد لله. شكرا لله، هذه نعمة نعتبرها من الله، نعمة إنها لأن الله سبحانه وتعالى يبعث لك ناس بحاجة إلى شغلات خاصة. زين، تعتبرها نعمة، شكرا لله. شكراً فأنت لله. قادر عليها فتقوم لها بيها. من ضمنهم أكو واحد في اليوم إجاني يوم ثلاثاء، قال لي أنا عمي زواجي يوم الخميس وماكو بدلة قاعد تصير عليه. يوم ثلاثاء؟ يوم ثلاثاء. زين، وزواجي يوم الخميس؟ زواجي يوم الخميس وماكو بدلة تصير عليه. طاب ماكو. إيه، فقالوا لي إلا بالفصال هذا. تعال يمي، أخذت له قياسات كذا، ما أدري شنو القماش شلون تريده، قال أريد أسود بوقته. زين. قعدت الولد، كان عندي ابني أنمار وعندي ابن أختي مشتاق، قلت لهم اليوم نقعد نسهر على هاي الجاكيت باكر من الصبح. براو. اجى ثاني يوم من الصبح خطيه، هو على موعده خطيه، اجى لي بس براوس هاي نشنتها العرض الطول هذا، انا البنطلون كمل. شكرا. ما يحتاج لبراوس. زين، فقعدنا الاربعاء كملنا الجاكيت وهذا، شنو اجى الخميس لبس بوسنا نشكرك ما ادري شنو هاي زياده، قلت له ابد حقي اخذه واقل من حقي، اذا ما عندك خليها ما شنو، ما قبل الرجل. فالحمد لله انطاني حقي. زين، بس خلصت للشغله بموعدها والليراته وطلع فرحان ومكيف والحمد لله والشكر، هذا فضل من الله. شكرا اللي قدرنا عليه. مساله بالنسبة إلى قطع القماش الفاضلة، يعني غالباً يفضل قطع من القماش هاي تكون محل إشكال بين الخياط والزبون، محل إشكال بعض من الخياطين يستشكل من بقاء هذه قطع القماش الفاضلة عنده، فلذا يحاول علاج ذلك لإبراء ذمته، يكتب عبارة هذا معناه صار شرط بينه وبين من يفصل عنده الملابس، يكتب عبارة القطع الفاضلة من القماش هي من ضمن أجرة الخياط، هنا خلص نفس الخياط من خلصها من الإشكال الشرعي، فكل ما يفضل من القماش عنده زائد ما عنده مشكلة في أخذه، لكن لو لم يكتب هذه العبارة ويجعلها شرط في تعامله مع منه مع الزبون، يكون عندنا أنه لابد أنه نلجأ إلى العرف، فإذا كان التعارف الخارجي يعني العرف الخارجي عدم المطالبة ما يطالب، يجوز للخياطة التصرف فيها وأخذها بدون إذن من الزبون اللي قاعد يفصل عند القماش، لكن إذا كان التعارف الخارجي المطالبة أو هي من حق الزبون لا يجوز له التصرف فيها إلا بالرجوع إلى الزبون. اليوم
كل اختصاص عنده رسالة، صح لو مو صحيح؟ نعم. احنا رسالتنا اليوم كرجال دين نريد نعلم الناس صوم، صلاة، عبادات، أخلاق، إسلام محمد صلى الله عليه وآله، هاي رسالتنا مو؟ نعم. ما هي رسالة الخياط؟ يعني أنا مثلا يجيني حضرتك جايب قطعة قماش مثلا 3 مترات وهو اللي يتكفي 3 مترات زين، اجي على القماش، احنا طبعا الخبرة لها دور. بلي بلي، مو مجرد انت جايب القماش وهاي هي. بلي، ازم القماش، اعرف هذا القماش نوعية مال بوليستر شقد بيه. نعم. والصوف لطيف شقد بيه، اكو ابو النسبة عندنا زين، نسبة مالته 55 صوف 45، هذا ما يفيدك بوليستر. مثلا تقول له اذا اقول له هذا نوعيه جيده مثلا، انا حتى مرات اطلع خيط هيجي وارتب هذا بالجداحه اشتم ريحه موصوبي، اعرف هذا به نسبه موصوف زين. اما اذا كله بوليستر اقول له هذا ما اقدر اشتغله انا. ليش؟ لان انت يفيدك ويتحرم لك وحرامات، انا اشتغله بس حرام علي ما اخذ السعر. طيب. شكرا لله. وانت ما ترتاح بعمل لبسه، شكرا. فأني مرات هواية جماعة أقول له لا هذا قماش ما يفيده، تريد أني أنزل وياك للسوق أشتري قماش لك وأني أعرف له وما تحمل. بس أجرة الخياطة، بس أجرة أصدقائنا ومعارفنا، هو يبقى الزبون. هسا عندنا زبائن بالسبعينات، أنا عندي زبائن بالسبعينات كانوا عندي بساحة النصر اللي هسا يجون. شكرا لله والحمد لله، كبار بالعمر وناشي يجيبوهم أولادهم والحمد لله والشكر. شكرا لله. سيدنا اكو خياط يشتغل عبي مال النساء، فيصير يعني يخلي لها هاي المزخرفات النمنم وغيرها. زين، اول قضيه الخياط ما عليه شيء. نعم. يعني يحط نمنم يخيط مخصر. نعم. لا شيء عليه ولا اشكال عليه. تمام. لكن اذا عد هذا النمنم او المخصر شعد. نعم. اذا عد من الزينه. نعم. وجب على من لبس ذلك، يعني على المرأة اللي تلبس هذا، أن عدم إظهاره، لا إظهار النمنم هذا أو التطريز. نعم. ولا إظهار المخصر. واضح؟ واضح. هو من حيث العمل إليه جائز وما عليه إشكال. حط. نعم. نمنم يخيط مخصر كخياط. لكن هي إذا عد ذلك من الزينة وجب عدم إظهار ذلك عليها أن ما تظهره. نعم. واضح؟ واضح سيدي. مسألة، يجوز للمرأة الذهاب إلى الخياط في حد ذاته، بحد ذاته أن المرأة تروح تخيط عند الخياط جائز مع مراعاة الحجاب الإسلامي، كون تراعي الحجاب الإسلامي شلون، حيث لا يتم القياس، يعني يأخذون قياس أو العنوان اللي يسموه براوة، يأخذ القياس على فستان مستقل لا على الجسم مباشرة. إذا أخذ قياس المرأة على فستان مستقل لا على جسم المرأة مباشرة، ماكو مانع مع مراعاة الحجاب في ذهاب المرأة والخياطة عدمن عند الخياط، إلا إذا أدى ذلك أن المرأة تروح إلى خياط أدى إلى إثارة الشهوة أو إشاعة الفساد. إذا أدى إلى إثارة الشهوة أو إشاعة الفساد حرم من ذلك الجانب، يعني أنه يصير إثارة الشهوة عند الخياط أو إشاعة فساد حرم من هذا الجانب، ويكره الخلوة بينهما. إذن بحد ذاته الخياطة عند الخياط ماكو مشكلة، خياطة المرأة عند الخياط، لكن لابد عليها من مراعاة الحجاب الإسلامي. تدون في كثير من الروايات تشجع على المساهمة في الزواج، ففي مضمون بعض الروايات
من زوج أخاه المسلم أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا عرش الله تبارك وتعالى. المساهمة في الزواج مصاديقها عديدة، واحدة من عدها الخياط المن للعرسان. كيف تتعامل مع موضوع الشباب وزواج الشباب؟ والله سيدنا الحقيقة أنا أول شيء اللي يريد الزواج أقول له عمي أنت عندك تقدر على هذا الأسعار مالتي مثلا؟ يقول لا والله ما أقدر. أقول له هل جيت أنزل؟ زين. لا ما هل جيت؟ لا ما أنزل. فلما نوصل خطية قال لي لا 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 بعد كافي لا عندي هل جيت. زين. ما تأثر عليك؟ قال لا ما تأثر علي خلاص. فما أشيل أنا أقول لك ثلاثة أرباع السعر لا بقي لي يعني أنا قاعد أطلع فلوس القماش وفلوس الخياطة مالتي وخلاص. أما أرباح والله لله. نعم لله. أنت تستشعر بالمسؤولية والمساهمة في بناء أسرة وتكوين عائلة إسلامية جديدة للمجتمع. هاي وحدة، هاي وحدة، وبالإضافة أريد أسعدة وهاي يعني ما تأثر عليه لأن وحدة من عشرات تجي يعني. لا حتما من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي وحدة من عشرة أخرى الله يبعث لك ويعوضك حتما. لا بالإضافة له هو راح يصبح الزبون مالي دائمي وجايب أصدقائي سيدنا وهي أيمن يعني الله سبحانه وتعالى رزقني من الكلام اللي قلت له بي وهذا يعني الناس حتى تشكر أصدقائي يشكرون أصدقائي اللي يجون وياي يا أبا والله جزاك الله خير يعني أنا أقول له قول أنت إيش قد والله يقول لك هاي حق شكرا لله حق اللي أقدر عليه فأقول له توكل على الله شكرا وأخذ له قياسات وأشتغل اللي الله يرضى بي شكراً. يعني ما قصر حتى بالأشياء الداخلة بالجاكيت والبنطلون نفس حال اللي ينطي السعر اللي أريده أنا يعني ماكو تقصير والحمد لله. وفي الختام نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.